أختم معك بالسؤال المركزي بدأنا به الحلقة، أين نحن اليوم في سنة 2022 من الحلم المغاربي؟ أين نحن اليوم من اتحاد المغرب العربي الكبير؟ حلم كان مشروعا ثم تعطل ولا زال متعطلا، دعنا نقول أنه حتى عطلة جامدة، يعني عطلة لم نقل تعفنت ولكن تم تجميد. هل سيرحل هذا وتبقي يرحل يعني بالعقود، يعني من الخمسينات إلى السبعينات إلى الثمانينات، لنجد أنفسنا الآن في 2022 ولا زال هذا الحلم يعني يراود مكانه؟ أنا أقول لك المعادلة بسيطة جدا. العقل الاستراتيجي الذي يحكم دول المنطقة هو عقل متناقض مع بعضه البعض. مسار الدمقراطة في المنطقة هو المسار الذي سيحدث تحولات على مستوى هذا العقل الاستراتيجي، لأنه سيقود نخب شعبية يعني جاءت من رحم الشعب إلى أن تصبح في مركز السلطة. وكما تعرف يعني الشعوب في المنطقة المغربية شعوب واحدة منسجمة متعاطفة مع بعضها البعض، يعني لا يمكن حتى أن تميزها عن بعضها البعض. يعني فعندما يحدث هذا التحول كما قلت لك، الجمهوريات السلطوية الديكتاتورية تتحول إلى ديمقراطيات حقيقية، والملكية المطلقة الوحيدة الموجودة في المنطقة تتحول إلى ملكية دستورية حقيقية، عند ذلك سيحدث التحول. والمغرب العربي والمحيط الإقليمي، هل 2022 عدنا لنتحدث عن أدوار لدول في المغرب العربي مثل الجزائر، عن دور لتونس، عن بؤرة في ليبيا، عن دور للمغرب، هل ممكن في الحد الأدنى أن يكون الحضور الإقليمي لدول مثل الجزائر مثل المغرب خاصة في عمق الإفريقي أن يكون له دور مؤثر في 2023؟ ستكون هناك يعني إن صح القول إطلالات منفردة وليس كعمل جماعي مع الأسف، لأنه يعني لا يوجد مؤشرات على عمل جماعي جاد ممكن أن يثمر نتائج إيجابية خلال السنوات القادمة. ولكن هناك يعني تغيرات على المستوى القطري، يعني تغيرات في الجزائر، في المغرب، في موريتانيا، حتى في تونس، يعني إذا نجت من الاضطرابات الكبرى الموجودة الآن، ليبيا إذا حدث تحلحل للأزمة السياسية والانقسام، فكأقطار منفردة يمكن أن تصنع الفارق، وربما في السنوات العقود القادمة يكون هناك عمل جماعي مشترك. طيب أنا أختم معك، ما هي الهواجس ممكن التي ممكن أن تشكل حالة توتر في المنطقة؟ ليبيا، الإرهاب، الجريمة، لأن الحديث عن الجريمة العابرة حدود أحيانا، وكان نتحدث عن مافيات بسيطة لتهريب البشر، لا نتحدث عن أشياء أكبر من ذلك بكثير. هل هذه الهواجس ستكون حاضرة بقوة في 2023 أم يمكن السيطرة عليها؟ نلخصها في ملفات أساسية. يعني لدينا ملف تطبيع مهم جدا، لأنه وجود الكيان الصهيوني في منطقة هو عامل توتير شديد لكل العلاقات البينية بين كل الأقطار الموجودة في المنطقة، هو عامل اختراق لأنسجة المجتمعات المحلية الموجودة في المنطقة، وهذا خطر شديد جدا رقم واحد. رقم اثنان موضوع الاستقرار السياسي في المنطقة، يعني أن تجنح الأنظمة إلى تهدئة الوضع وفتح حوار مع المعارضات السياسية والنخب السياسية للحصول أو للتوافق على عقد اجتماعي جديد أو سياسي جديد يمكن أن يفتح نوافذ جيدة نحو التنمية. يعني هذه نقطة مهمة جدا. النقطة الثالثة هي مسألة الإرهاب والجريمة المنظمة، وطبعا عندما تكون هناك مشاكسات بين الدول يصعب أن تنسق بينها فيما يسمى بالتنسيق القضائي المشترك بين الدول، تصبح هناك مساحات رخوة. نعم. تسمح ب نعم. أشكرك دكتور عمر الربحي مدير دراسات المغرب العربي في مركز ريتاد، شكرا لك دكتور عمر.